طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتشرف معي سيل المشاركة في هذه البطولة الرمضانية التي مرت في أجواء حماسية سودها نوعاً ما حفاظة. أشكر كل الأطراف التي قامت في تنظيم هذه البطولة وسهرت عليها، مثال المؤسسة التي ثانوية التأهيلية التي احتضنت هذه البطولة، ثانوية فهد بن مالك فهد بن عبد العزيز. نحن نشكر جميع المشاركين، جميع الفرق، كل من شارك في هذه البطولة، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله في البطولة المقبلة، لما لا البطولة الرمضانية المقبلة إن شاء الله. إذن في إطار الدوري الرمضاني الذي احتضنته ثانوية الملك فهد بن عبد العزيز بشراكة مع معهد سيال لتكوين المهني الخاص، توج فريق إف سي سيال بلقب النسخة الأولى من دوري المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية. نشكر جميع الأطراف المساهمين والجميع المؤسسات التي شاركت في هذه النسخة الاستثنائية والتي عبروا عن إعجابهم وعن مشاركتهم وعن رغبتهم في المشاركة في هذه النسخة. نتمنى أن السنة القادمة أن تكون أفضل، لا من ناحية التنظيم ولا من ناحية التتويج ولا من جميع النواحي. إذن شكرا للجهة المنظمة وشكرا للجنة المنظمة والضيوف الكرام وشكرا للموقع على حضوره معنا اليوم. السلام عليكم، أنا فخور جدا بهذا الفوز هذا وبهذا التنظيم الرائع اللي نظموه مؤسسة سيل ومؤسسة فهد مالك عبد العزيز. شريف زياتي، نائب رئيس جمعية نادي كوكب طنجة الشركية لهذه المؤسسة الثانوية مالك فهد. اليوم كما كنشاهدوا جميعا كان واحد النهائي ديال كرة القدم المصغرة اللي تم التنظيم ديالو من طرف ثانوية مالك فهد عبد العزيز بشراكة مع مؤسسة سيل للتعليم، اللي تم التنسيق ديالو قبلا مع المديريه الاقليميه للتعليم طنجه اصيله. كما كتشاهدوا الدوري اللي تم يعني في الروح الرياضيه عاليه، اللي كان التنظيم في المستوى عالي، واللي كانوا العديد من الضيوف هنا يحضروا معنا من العديد من الشخصيات الوزينه. وكما كتشاهدوا الدوري تم ثالث شهر رمضان، واللي كان يعني كيحتوي مجموعه من المدارس التعليميه، لا من ناحيه لا من المدارس الخاصه ولا من المدارس العامه العموميه، وكان كل شيء تحت السيطره الحمد لله، وتم الدوري في احسن الاجواء. وكنشكر مجددا موقع طنجينيوس على التغطيه ديالو لهذه المباراه الحمد.